ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته، قال: وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان. الله. وله الكمال. هذا الرجل ممعن، هذا الرجل جعل أهل البدع صفا أمامه يذكر ويلف بذهنه على أقوالهم ويبدأ يكتب في الرد عليه. إتقان ليس بعده إتقان، إتقان ليس بعده إتقان. رحم الله ورضي الله عن ابن القيم. والسبك يقول: وظهر لنا نبتة على تلميذ ابن تيمية، وهممت كتب نونية، هممت أن أرد عليه، ثم رأيت أنه لا يستحق ذلك. لا، لأنها نون، نون، لأنها نون. مع أننا نحب السبكي ونحب علم السبكي، لكننا نرى أن ضعفه في العقيدة أسقطه إسقاطا عجيبا. يعني نرى السبكي ونحب السبكي ونحب كتابات السبكي وجمع الجوامع لابنه، لكن ابنه كما قال الغمار، غماري منه، ما هو مش منه. قال: علمت أن ابنه يهول له تهويلا، بعدما قرأت واطلعت على كتاباتي في الرد على ابن تيمية. طبعا هو فين؟ هو صارع جبلا أشم، ومن يصارع الجبل يسقط. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعي. أنت طلب النجاة ولم يسلك مسالك، إن السفينة لا تجري على، أنت خبطت في الحيط، خبطت في الحيط، مسكين تمشي على الزجاج وأنت لا تدري. ابن تيمية لا ما في. وبعدين جاءك صخرة يعني صلدة، نقيم هذا أمر آخر. تقول: فتركت وأنت ما تستطيع أن تجاريه. شوف كأنه يضع أهل البدع صفا ويرشق ويبدأ يبين لك ما هم فيه من انحراف عقيدة. ومن انحرفت عقيدته، أريد أسمع بقى صوتا واحدا، من انحرفت عقيدته، بس هذا هو، لا تعبأ بأحد عنده انحرافات عقيدية، لا تعبأ، اعلم أنه ضئيل، ومهما علا وعلت الأصوات لترفعه لا يرتفع. أخطأ في حق الله، جاهل الله، انتهى. هاي علم آخر، علم ثانوي، العلم الأصلي مش عنده. من انحرفت عقيدته نزلت رتبته ولو كان من أعلم العالمين. الرتبة تنزل أيضا، وإن كان له ما له من المكانة والتوقير والتعظيم أيضا رتبته تكون قد نزلت. فهو الرجل وضعهم أمامه وأراد أن يبين ما هم فيه من انحرافات. تفضل. قال: وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان، وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. الله. وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان. الله. أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان. وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان. والله قد أعطى ذاك وليس هذا وصفه فاعجب. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان. الله. قال: وله الإرادة، أثبت الإرادة وهي صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه، أزلية أبدية. وقد نقول تعرف الإرادة بقول من في شيء، بقول العربية. ها. نعم. قالوا: كيف عرفت ربك؟ قال: بالغير، عرفت ربي بالغير. أراد أن يكون سميعا، أراد أن يكون في الصمم أو البكم، أراد أن يكون طويلا، أراد أن يكون قصيرا، أراد أن يكون يعني أسود اللون، أراد أن يكون أبيض اللون. الغرض المقصود إرادة الله جل في علاه، والله فعال لما يريد، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله جل في علاه بحال. وإرادة الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السنة، حتى أهل البدع قالوا بذلك. قال: وله الإرادة والكراهة والرضا. شوف الكراهة والرضا، كما قلت أوقف أهل البدع أمامه صفا وأخذ إيش؟ أخذ يبين ما فيه، لأنهم يقولون الرضا والكراهة والمحبة كل ذلك راجع مؤول عندهم بالإرادة. الكراهة أراد إيش؟ أراد العقاب. المحبة أراد
الثواب والإحسان والرضا، أراد الثواب والعطاء في هذا الباب. فقال أنتم مغفلون، أنتم متعدون على الله جل في علا، أنتم تكذبون الكتاب في ثوب التأويل وهو تحريف في حقيقة الأمر. فقال له الإرادة وله المحبة وله الكر والرضا، فإنه يحب ويكره ويرضى. طبعا أصلا الذين أنكروا الإرادة، وطبعا هذا رد على كل البدع الجهمية وغير الجهمية والفلاسفة، قالوا الإرادة هنا فيها ميل نفس وانفعالات، والله غني عن ذلك ينزع عن ذلك. هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا من الكون جاء هكذا إيجابيا وليس بإرادة. نعم، والأشاعرة قالوا المحبة إرادة الثواب والكراهية إرادة العقاب. قلنا المحبة ثابتة لله جل في علا، وهنا في نفس الأبيات رد عليهم ردا قاطعا. وش هو نصير؟ وين الأبيات التي رد عليهم ردا قاطعا في هذا الباب؟ إذا كان هذا في الإنسان، إن كان الكمال، نعم، الذي يحب ويبغض كامل ولا مش كامل، الذي يرضى ويغضب كامل ولا مش كامل، كامل. قال إذا كان هذا الكمال في الإنسان، لأنه بين العلاقة بين الله وبين الخلق، فقال من الذي أعطى الكمال لهؤلاء الناس؟ من الذي أعطاهم الكمال؟ طيب إحنا عندنا قاعدة العامة والعلماء والحكماء اتفقوا عليها، فاقد الشيء لا يعطيه، صحيح ولا لا؟ فاقد الشيء لا يعطيه، يبقى فاقد الكمال لا يعطي الكمال. يبقى أعكس هنا، لما أعطى الكمال ثبت بذلك المقدمة نتيجة إيش؟ يبقى هو هل هو الكمال، صحيح. فإن أعطاه الكمال فالأكمل يكون له سبحانه وجل في علاه. وهذا القياس الوحيد الذي يجوز بين الله وبين خلقه، وهو القياس الأولوي، وهو القياس الأولوي. إن كانت المحبة والغضب والإرادة والكراهية في العبد كمال، إن كانت كمالا ففي الرب إيش؟ من باب أولى أن تكون كمالا. فالله جل وعلا يتصف بالكمال، ومن كمال الله جل في علاه إرادته. وهذا رد على الفلاسفة والمعتزلة الذين ينفون صفة الإرادة. تعلم أيضا رد في من يقول أن الإرادة أيضا تكون علم والحكمة. فالمعتزلة ينفون الإرادة وينفون أساسها وهو إيش؟ العلم. فالعلم أساسا ينفونه. لذلك قال الشافعي، قال ناظروهم على العلم أو خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. والكراهة والمحبة والرضا على هؤلاء من الأشاعرة يقال لهم في هذا الباب العبد يحب ويكره ويرضى ويغضب، توافقون؟ قالوا نعم. قلنا هل هذا كمال أم نقص؟ قالوا كمال. قلنا فالله أحق بهذا الكمال، لما سلبتموه عن الله وأعطيتموه لخلق الله جل في علاه؟ هذه الأولى. والثانية نقول ولما لم تصف الله بالمحبة والكراهية؟ قالوا ميل النفس وغليان الدم. قلنا لما شبهتم الخالق بالمخلوق؟ ولذلك أردفها الإمام هنا، أردفها قال إيش؟ قال لا لا، قال إيش؟ العاري عن التمثيل والتشبيه بالإنساني. قال لهم لأنه أولا بيقيم عليهم الحجة ويفترض ما يقولون ويرد عليهم في بيت وجيز. الرجل كأنه أوتي شبيه بجوامع الكلم، كلام النبوة، يجمل في بيت واحد يقطع الرؤوس ردا وأصلا وتفصيلا في هذا الباب. فقال هو الذي له المحبة والكراهية، والمحبة صفة لله جل في علاه، يحب ويحب، وهي ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع للسنة. في الكتاب إن الله أكمله يحب التوابين ويحب المطهرين، إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين، كل الآيات جاء بذلك. وقال سلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجب لي أن يحبه فلانا. فهنا يأتيك رجل يقول لا يحب، طب أنت هتعمل إيش بقى لما أنت تقول أن ربك لا يحبك؟ لما يعلم المكلف أن الله يحب ويبغض ماذا سيفعل؟ اللبيب القريب ماذا سيفعل؟ سيسعى أولا، يسأل، يتعلم ما الأسباب الجالبة لمحبة الله. أنت هنا مثل من أحمد بسرعة، مثل أبي رزين. قال يا رسول يضحك، قال ما الذي يضحك؟ فين الأسباب الجالبة لضحك الله؟ لابد أن أنا أضحك الله،
هم بقى دلوقتي تلاقي مرجحه، المرجحه بكبر شوف شوف الكافر، الكافر بيقول ربنا هيضحكوا، ها المرجحه الكبيره قال انه مرجحه بيشوطح بدماغه لانه لا يفقه، ما عنده علم وعنده تألي على الله ومقلد اعمى ما عنده يعني شيء من الفهم حتى في الأدلة. أهو صحابي جليل جاهل بقى الصحابي، ما جاهلنيش أنا، جاهل الصحابي. قال أبو رزين أو يضحك ربنا؟ قال يضحك. قال ما الذي يضحك الرب؟ ده ما سكتش، ده ما قالش يضحك فقط، قال اديني السبب أفعله فالله يضحك، ليلقاني ضحكا، ليلقاني يوم القيامة ضحكا. قال وما الذي يضحك الرب؟ قال أخر علامة. يبقى سأل عن أسباب إيه؟ أسباب الجالبة لضحك الله. نحن أيضا نسأل عن أسباب الجالبة لمحبة. طب رجل لا يؤمن بأن الله يحبه، يبقى نزلت رتبته ولا ما نزلتش رتبته؟ أين عبادته؟ أنت بتتعبد تقول كلما توضأت أحبني الله، ليل نهار جنب الحمام أجلكم الله، تنتهي تتوضأ ونيتك أنك كلما تتوضأ الله ده دي أعلى درجات، أعلى درجات العبادة، أعلى درجات العبادة. لذلك النبي وش قال؟ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إلا مؤمن. شوف الطهارة بهذه الطريقة، أنت تتوضأ، تتوضأ ليحبك الله جل وعلا. هذه أعلى درجات الإيمان هنا. الآن لما رجل لا يؤمن بأن الله يحب، الأشعار كلهم كده، كلهم صف واحد هكذا، لا يؤمنون بأن الله يحب. أشكلت بها على من تنطع كلاما في هذا الباب، قال ما هو يؤمن بالرضا، جاهل هو نفسه أنه ينفي الرضا كما ينفي الايه؟ المحبة. ما يؤمن بالرضا، هو كل ما يؤمن به هو ايه؟ لا، بيثبت إرادة فقط، راضية يبقى أراد له الثواب، أحبه أراد له الثواب، نفس المحبة، أرادش له المحبة أراد له الثواب. فلما يكون أشعاري جلد واقف يقول بأن الله لا يحب، هل يتنافس على الصالحات؟ هل يتنافس على الجنات أصلا درجاتها بالمحبة وقرب كل امرئ بإيش؟ بقرب حبي من الله جل وعلا. عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ قال ما تمنيت الإمارة يوما قط إلا يوم أن سمعت النبي يقول لأعطين الراية غدا الرجل يحبه الله ورسوله. انت يا ابني عقدت وتعقدت، انت لبسوك الجن في البيت وقعدوك فيه. اولا بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير. انت تخنت ليه؟ ده انت تخنت يعني، تخنت هو. ايه ده اهو بص، يعني مثلا دخل فتح صدره بقى، طب انا قلت لكم انا عاقد، ها كنت فاضي الاول فكنت ساكت. مبارك مبارك، ما ايش انت جيت في وقت في مناقشه الرساله والله، فاعتذر لك. اتفضل. نعم شيخ، ماشي. فإذا المحبة هنا ثابتة لله جل في علاه، أشعري جلد ينفي المحبة، هل هيتنافس في الخيرات في الصالحات؟ ينفي أن الله يحب، فهو قال لله الكراهية والله يكره، وكره لكم قيل وقال وكثرة. من اللي كره؟ من الذي يكره؟ من الذي يكره؟ الله، الله كره لكم، يبقى بيكره. لما تخالف أنت النص؟ جاء عن النبي ثابتا، لما تحرفه لما تؤوله؟ ثم بعد ذلك يطعن في الصحابه، يقول ما فيش حد من الصحابه تكلم في الصفات، ولكن كره الله، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدي. كره ها كره الله بعثهم ان يعتقدوا الرسول. سبحان ربي العظيم، نسال الله ان يهدينا ويهديهم يا رب. والله لا نخاصمهم في شيء ولا نتكلم في ذلك شماتة ولا، أعوذ بالله، دي إقامة حجة، ولعل الله يأتي بهم جميعا، ولعل الله يرى من قلوبهم الصدق فيظهر لهم الحق. يا رب اظهر لهم الحق، يا رب، يا رب اظهر لنا ولهم الحق يا رب العالمين. وبعدين يقول إذا أحب نادى إن يحب أحبوه. ولذلك لازم تعلم الذي كتب له القبول في قلوب الصالحين دي من محبة الله. وقد قال الله تعالى وألقيت عليك محبة. تعرفوا منين هي؟ رضعته من بطنها نزل، ها قربته فوجدت جمالا في عيوني أثر فيها، أول مرات قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى إن فعل أو نتقتلوه. إيه ده؟ من وين هذا؟ في اللحظة والتو القلب ينفتح والمحبة تغمر، ثم تقول يكون ولدي، ولدي منين هذه؟ لا يمكن أن تكون إلا من السماء، لا يمكن أن تكون إلا من السماء.
فقالت قرة عيني. ولذلك كل من كره طالب علم فهو خبيث، فيه خبث أو فيه جهل، يعذر بجهله حتى ينزع الجهل فيحبه. يعني هو أحد رجلين، يا خبيث منافق يا فيه جهل. محبة طلبة العلم دين الله يزرعها في قلوب الصالحين، لأن هذا الذي جعله الله نصبه وريثا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن أيضا حتى الأشاعرة لا نكفرهم، أعوذ بالله، ونحب فيهم التوحيد، ونحب فيهم الطاعة التي يأتون بها، ونبغض فيهم البدعة والمعصية التي هم فيها. نحن قوم ولله الحمد منا قوم عدول، نفعل ما فعل السالفون، ونحن على درب السابقين نسير. فهنا قال وله المحبة وذو الإحسان وله الكمال المطلق سبحانه جل في علاه. الكمال كله لله جل في علاه، الكمال والجلال والبهاء والعظمة، العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. شوف الكلام ونسق الكلام، له الكمال وعاري عن التشبيه، ده معناه إيش؟ أي كمال لا نقص فيه، لأن التشبيه نقص، أي كمال مطلق لا نقص فيه، كمال من كل وجه. قال عار عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، والله قد بيانها لنا قاعدة عامة في كل صفات المحبة والإرادة وغير ذلك. القرية طبعا قالوا الغضب، قالوا إرادة انتقام، قالوا الغضب إرادة انتقام، وهذا لازم الصفة، فلما أسفونا انتقمنا من الغرض المقصود. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو اثبت أو إثبات الصفات دون تمثيل ودون تشبيه، وأيضا دون تكييف. الصفة لابد يكون لها كيفية، لكن كيفية غيب عنا نسلم لها ونؤمن بها. قال وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. يعني يقول إن وجدت الكمال في التقي النقي اللبيب القريب، وجدت الكلام في المتكلم والذي يمشي وله قوة، الذي يضحك، الذي يفعل، والذي يعني هذا كمال عن الأخرس، عن العاجز عن العمل، عن العاجز عن الكلام، هذا كمال. قال فإن كان هذا الكمال أنت تثبت كمالا في الإنسان المخلوق، من الذي أعطى الكمال؟ السؤال مطروح، من الذي أعطى الكمال؟ ما الذي أعطى الكمال؟ أحق بالكمال، أحق بالكمال. ولذلك أنت ترى الكمال في ربوبية الله جل وعلا في بديع الخلق، كلما ترى بديع الخلق تقول الله، هنا الله. الجنين كيف 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 يصل له طعامه وشرابه، وكيف روحه يعني، وكيف نموه في بطن الأم في مكان عظيم، هنا الله، الله عظيم ربوبية الله جل في علاه. فكل هذا الكمال الذي تراه الله أحق به، لأنه الذي أعطى الكمال. حديث بقية إن شاء الله نصلى حتى لا طلع عنا الصلاة، نسرع نسرع. شيخ أحمد قل هو الله أحد تكفيك، وقل أعوذ برب الفلق تكفيك، جزاك الله خيرا، صلي وبعد ذلك، لأننا بعد الصلاة سنسرع كثيرا عشان نفرح ونسعد. العمدة هو أنا عايزين سعادة ليس بعد سعادة، حوريك يا عمدة وانت جنبي إن شاء الله. رضي الله عنك، حفظك ربي وأحسن الله عليك ورفع الله مقامك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.